دائما يعتمد المدربون افضل من يسجل من كل الاوضاع لن يهدرها من علامة الجزاء. تنفيذ ممتاز من اللاعب. تصدي رائع من حارس المرمى. يتقدم الان لتسديد ركلة الجزاء ويضع الكرة في المرمى. الكرة في المرمى، اختيار موفق من اللاعب، يضع الكرة في الشباك. تنفيذ ركلة الجزاء يحتاج إلى هدوء، يحتاج إلى خبرة. الركلة تنفذ بنجاح، علامة الصح الكبيرة للتنفيذ. يستعد لتسديد ركلة الجزاء بثقة كبيرة. يا عيني على الكرة، يضع الكرة في الشباك. يستعد لتنفيذ ركلة الجزاء في هذه اللحظات. يلعب ضربة الجزاء بثقة في المرمى. ركلة ترجيح حساسة للغاية، لو ضاعت لن تكون هناك فرصة أخرى. توقع ممتاز من حارس المرمى، يبعد ركلة الترجيح.